احنا يا من الاول مي كنعقل على راسي وانا صغير ولد هاد الحي هذا ومريدين ديال الشيخ سيدي احمد الخليفي، وكل عام وكل مولد النبوي الشريف كنحضر هاد الليله هنايا. كتبدا من العصر تنمر الفجر، فالزاويه الوحيده اللي في المغرب كامله كتبقى اطول ليله اللي كتعمل هي الزاويه ديال سيدي احمد القاضي، معروفه بسيدي احمد القاضي. والحمد لله كلشي كيدوز مزيان، وتنا كتشوف الدنيا كيفاش عامره، وهذه واحد البشره ديال الخير اللي كتكون. زعما شني كانت كتخلي واحد الفراغ كبير، تقريبا 4 سنين ما حياوش هاد الليله هادي. والحق الحمد لله مي رجعت الدنيا مزيانه، وهادي هذا واحد الف الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى اللي كتبقى الطقوس هذه دائما، الاجواء روحانيه والانسان كيتجمع فيها وكيتلاقاو الاحباء كاملين هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مناسبه ذكرى مولد النبوي الشريف، الزاويه العيساويه في كاستيا كتحتفل بهذه المناسبه كل عام، كتعمل هنايا عيساوه، وباللي كيكون الامداح والسماع كيكون الذكر والدروس وابتهالات بهذه المناسبه كل عام. والله يجازي المحسنين واللي كيقوموا بهذا العمل هذا. الاجواء سبحان الله العظيم ملي كانت كورونا خلات الاجواء من روحانيات كالذكر والسماع والتضرع الى الله، ولكن سبحان الله العظيم كل شيء فيه الخير الحمد لله. دابا الاجواء ربانيه، كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء، والله والله الله يجيب تيسر للجميع. فمرحبا بكم اول حاجه، وشرف لنا. فالحضور ديالنا اليوم والشعور ديالنا اليوم شعور لا يوصف. فذكرى المولد النبوي الشريف سيد الامه اشرف خلق الله. فالعام كامل كنتسناو هذه الليله هذه بالدقائق، يعني على احر الجمر بحال اللي كنقولوا. واليوم كنحتفلوا يعني بهذه الليله هذه بخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكتكون ليله يعني ربانيه، ليله فيها الذكر الامداح الحضره. فالله يقبل من الجميع، ومرحبا بكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.